كل التوفيق لأشباب مجرعة. هاشتاج آخر: الثلوج. أمطار وثلوج الخير تتساقط على الجزائر، والجميع تقاسم صورها وفيديوهاتها التي أبهرت تأكيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي خارج الوطن بالطبيعة الساحرة للجزائر وتنوعها المناخي. وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، وهي معلومة تقاسمها رواد التواصل الاجتماعي اليوم، عن استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 700 و800 متر بداية من اليوم الأربعاء. هاشتاج عالمي أخير نختم به هذه الفقرة، هاشتاج مايكروسوفت. هذا الهاشتاج أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الشركة بدأت تتخلى تدريجيا على نسختها الشهيرة من أنظمة الويندوز التي يعتمدها ملايين مستخدمي الحواسب حاليا. وأشارت بعض المصادر الإعلامية خاصة إلى أنه اعتبارا من أول فبراير القادم ستتوقف الشركة على تقديم الدعم البرمجي لأنظمة ويندوز 10 أو طرح تحديثات لبرامج تلك الأنظمة، لكنها ستستمر بتقديم الدعم الأمني لها حتى أكتوبر 2025. ومن أخبار المنصات نمر إلى أهم خبر هذا الأسبوع. ضيف الهاشتاج هذا المساء الأستاذ عبد الحليم ماضي، مختص في علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك وبمستمعينا الكرام، إن شاء الله سنقضي أوقات ممتعة ومفيدة إن شاء الله. إن شاء الله. كيف سنتحدث عن التربية؟ ببساطة لأن أمس العالم احتفل باليوم الدولي للتعليم. كما نعلم جميعا التعليم هو حق من حقوق الإنسان ومنفعة عامة ومسؤولية، لذا قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان يوم 24 جانفي يوماً دولياً للتعليم، احتفالاً بالدور الذي يطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية. شعار هذا العام: لا الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر، وعنه سنتحدث اليوم في الهاشتاج. ببساطة أستاذ ماضي، لماذا يحتاج الإنسان للتعليم؟ يحتاج الإنسان إلى التعليم لأنه التعليم هو اللي يحقق الرغبات ويحقق كل احتياجات الإنسان المادية والروحية والاجتماعية أيضا. التعليم هو اللي ينظم الحياة الاجتماعية أيضا. التعليم هو الذي يعطي الحرية للإنسان، والتعليم أيضا مربوط بالسيطرة، هو يعطي سيطرة للإنسان. الإنسان لم يكن ليسيطر على الطبيعة مثلا ويختزل المسافات على البحار والجبال وكل تلك العوائق إلا بالتعليم. نعم. وبالتالي أعطانا حرية أكثر، أعطانا سيطرة أكثر، أعطانا سعادة أكثر. وبالتالي التعليم خلق الإنسان ليتعلم، وأول آية في القرآن أول شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ. نعم، لذلك تعريفات التعليم تختلف وحاجات الإنسان للتعليم تختلف ربما مع التطور المستمر. كل سنة يتغير الشعار، سواء كان يتعلق الأمر بأيام دولية التعليم أو أيام دولية مشابهة. الآن هل يمكن أن نقول أن التعليم هو مازال بطريقة كلاسيكية، أم عملية التعليم هي تختلف حسب الشخص المستخدم، حسب المكان، حسب الزمان؟ هل هي عملية متغيرة ومتطورة؟ ما دامت الحياة متغيرة فعلى التعليم أن يتغير ويواكب تلك الحياة. وليس فقط أن يواكب، وإنما يسبق تلك الحياة، أن يسبقها. وبالتالي نسبق الأحداث ونسبق التطورات حتى نكون في مأمن. فنجد مثلا أيام جائحة كورونا مثلا، فكان مدارس كانت استبقت الأمور وهيئت إلى وسائل وآليات للتعليم، لم نكن نعطي لها بالا حتى جت أزمة كورونا فشفنا جامعات إلكترونية. صح. وبالتالي فشفنا أن هناك مؤسسات تعليم عن بعد، وشفنا مؤسسات لم تتوقف بسبب أنها وجدت روحها إلى تعاملات أخرى إلكترونية إلى غير ذلك. فبدينا ننتبه إلى استباق الأحداث. صح. وبالتالي التعليم وليست ردة فعل، وإن كان منه
جزء ردة فعل يعني يولي محتم، لكن يفترض أن التعليم يسبق الأحداث وإنما يصنع الأحداث. نعم، وجائحة كورونا أعطتنا درس في التعليم، درس في التعليم. حتى وإن توقف الحجر، كثير من الجامعات الآن تعلم عن بعد، المدارس تعلم عن بعد، تقنيات ومنصات جديدة يعني أنتجت خلال فترة الحجر الآن هي شغالة، وحتى رقم أعمالها يعني صعد جدا. أكيد، لما نشوف إحنا مؤسسة كبيرة مثل يوتيوب وغيرها، فمؤسسة عالمية ومداخلها كبيرة تعد بالآلاف المليارات، لكن لا تجد لها مقر، لا تجد لها عمال، لا تجد لها، وإنما العالم كله يشتغل وإلكترونيا فقط. وهذه مؤسسات هي أرباحها كبيرة جدا، وأعطانا بعد آخر للاقتصاد، فهم آخر للاقتصاد، والاقتصاد التقليدي، المؤسسة التقليدية، الجامعة التقليدية. اليوم يعني كان دراسات استشرافية تقول أن في 2050 تصبح 80% من المؤسسات إلكترونية بما فيها التعليمية أيضا، والجامعات الإلكترونيات، يعني جامعات عبر الإنترنت، عبر يعني تقنيات جديدة، وحتى المؤسسات خلاص هذيك مؤسسة تروح لما بلادك والعمال يعني المعنى المادي، صح، المعنى عندك الفيزيقي، عندك المؤسسة سيتراجع بشكل رهيب جدا. وإذا لم نحضر أنفسنا ونهيئ أنفسنا فسيتجاوزنا الزمن. إذا هاشتاج اليوم الدولي للتعليم من أهم توصياته ومن أهم المواضيع التي دارت حوله هو تجديد عملية التعليم. كما تفضلت أستاذ، يعني جائحة كوفيد 19 قدمت للعالم نظم تعليم يعني جديدة، خاصة أن العالم تعطل. يعني تقريبا في جويلية 2020 أوصدت المدارس أبوابها في أكثر من 160 بلد عبر العالم، وهناك ما لا يقل عن 40 مليون طفل في جميع أنحاء العالم قد تضرروا لولا وجود التعليم عن بعد. أكيد، وكأن كورونا هي مرحلة تربص مغلق للعالم ليتأقلم ويتقبل أيضا فكرة هذه تاع هذا النوع الجديد من التعليم، هذا الجديد من النوع الجديد من العمل والمؤسسات أيضا. فهذه الحياة الجديدة الإلكترونية والتكنولوجيا إلى ذلك، فكأننا دخلنا في تربص مغلق، وأصبح حتى الأساتذة شنو داروا دورة تدريبية على التعليم عن بعد، وبدأت الآن تخدم في برامج تعليمية عن بعد أيضا. فالآن حطتنا في أمر الواقع، وهذا نبهنا إلى نقطة ربما كنا غافلين عليها، كما يقول كرب الضرات النافعة. نافعة فعلا. نعود قليلا للشعار هذا العام اليوم الدولي للتعليم، إلى الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر. كيف نستثمر في البشر يا ترى؟ أكيد الاستثمار يعني التربة اليوم هي التربة تاع البشر. التعليم مر بمراحل، قديما في وقت آدم سميث والثورة الصناعية وغيرهم كانت الناس تشوف التربة أنها في الطبيعة، ولهذا كانت قيمة الذهب غالية والبترول والغاز وغيرها من الثروات الطبيعية. لكن آدم سميث نظرياته الأولى لصناعة الرأس مالية المتوحشة، اللي كان يشوف بأن الإنسان هو مستهلك للتربة، والتربة في الطبيعة. كلما قل العدد البشري وتعداد البشري كلما التربة كفات وكانت وفرة. لكن تغير هذا المفهوم، يعني بعد قلت لك العالم يتغير وبالتالي المفاهيم تتغير، فأصبح الإنسان هو مصدر التربة. اليوم نشوفوا أن المؤسسات مثلا خاصة اليوم في التكنولوجيا يعني التربة، نشوفوا مجرد فكرة دخل الملايين، آلاف الملايين، الملايير من الدولارات، دخل أكثر من البترول، أكثر من الغاز، أكثر من الذهب. إذا هذه المؤسسات هي إلكترونية يعني فيرتيال، ومع هذا الدخل تاعها كبير. هذا مصدرها فكرة تاع إنسان واحد. هذا الإنسان العالم اليوم كامل يقتاته بفكرته. إذا الاستثمار في الإنسان هو التربة. صح. والآن عاد التفكير مجددا في استثمار وفي تغيير مفاهيم التعليمية، رغم ما كانت قديما التعليم مربوط بالطبيعة، مربوط بالمصانع، مربوط بالإنتاج، وبالتالي كان شبه تكوين مهني، يعني تأهيل الإنسان للإنتاج من أجل الحصول على نواتج معينة. اليوم لا، التعليم أصبح عنده مفهوم آخر اليوم في الغرب، اللي هو استثمار في الإنسان، فتح المجال لقدرات الإنسان، استثمار في قدراته. وقديما كانوا ينظرون إلى العقل البشري أنه ينظر التعليم أنه فارغ ويحتاج إلى من يملأه. اليوم ينظرون إلى أن العقل البشري مملوء ويحتاج إلى من يفتحه. وبالتالي لم يكن أحد يخطر بباله أنه يكون يوم مؤسسات
فيها مثلا يوتيوب مثلا، المؤسسات اللي راهي تدخل اموال كبيره مجرد افكار، يعني وفرت على الانسان المصاريف والتكاليف ومدخولها عالمي، وبالتالي حلت مشاكل كبيره جدا في مجالات مختلفه. اذا شوف الانسان لما تستثمر فيه الان اصبح النظره الى الانسان النظره مقدسه، ولهذا الان نشوف الغرب غير مفاهيم تجاه البشر والانسان. نشوف اليوم يشجعوا الزواج، يشجعوا الولاده، يشجعوا الاستثمار في الانسان نظرا لانه هو مصدر الثروه. على ذكر التعليم الحديث ان صح القول، الان كما تفضلت استاذ صحيح، المؤسسات الناشئه عبر العالم هي التي اصبحت تحرك كل شيء، اصبح كل شيء الكتروني في تطبيقات. بما اننا نتحدث اليوم في الهاشتاج على هذا العالم، هناك تطبيقات هي التي نسير بها كل شيء ومصدرها فكره، وعادة نجد شباب وراء هذه الفكرة هم من يطورونها ويعملون حتى من بيوتهم بفضل شبكة معينة، وهكذا تمشي الحياة بهذه الطريقة. التعليم المستمر أستاذ، الآن أصبح يعني موضة هذه الفترة ما بعد الكورونا. الآن التعليم لن يتوقف ولم يعد يتوقف في سن معين، يعني الحصول على شهادة ثم العمل. حتى المؤسسات الآن تعكف على التعليم المستمر، على تطوير العمال، على تقديم المعلومات الجديدة بحكم سرعتها وتطورها السريع. ما أهميتها للنهضة بالمجتمعات وللاستثمار في الإنسان، لأن الاستثمار في الحقيقة هو الغير محدود، يعني بمعنى الاقتصاد. أكيد لما تحدثنا قبل قليل في الهاشتاج تحدثت على مؤسسة وأنها ستوقف تحديثات لبرامج تاعها لأنها مقبلة على برامج جديدة إلى غير ذلك. نشوف الآن السرعة التي تمر بها هي نفس السرعة التي تمس في جميع المجالات. اليوم مثلا حتى في الأعمال اليدوية تحتاج إلى تحديث. اليوم البانتر بكري صباغ اللي كان يصباغ بالبينين ولا لاك، اليوم كاين ديكور وكاين مواد، كل 15 يوم 10 أيام يدخل منتوج جديد لازم يدير عليه ستاج كيفاش يابليكيه كيفاش يخدم به، ما يبقاش 20 سنه يخدم نفس الطريقه. يعطيك الصحه. اليوم ايضا لابلومبري تغيرت، الوسائل تغيرت، الانفورماتيك اليوم يبدا المهندس الانفورماتيك تاع التسعينات اليوم لا يمكن، يعطيك الصحه، لا يمكن مع البيج داتا الموجوده. يعطيك الصحه. اذا حتى الطب، حتى النفسيكولوجي، حتى جميع المجالات اليوم وتيرتها اصبحت سريعه والنمو اصبح سريع، وبالتالي اليوم خلاص هذيك مثلا ديت شهاده ليسونس ولا ماستر تقول خلاص ما تجيش نقرا حتى تقاعد، حتى الفكره تاعك كما تقرايتي راحت كما تقرايتي فعلا. وانما اليوم كي تكمل دي شهاده راح تبدا قرايتك الحاد، تبدا الان دير تحديث وتبدا دير ميزاجون المعلومات تاعك ولافكارك والابداع. اذا اليوم لا مجال للضعيف، لا مجال اللي ما عندوش كفاءه. اليوم ما شاء العالم اليوم مقبل على الكفاءه وحدها، لا يمكن تغطيك لا شهاده ولا كما نقولوا حنا لونسيانتي مثلا ولا الاقدميه، هذه كامله راحت. اليوم بالعكس الاشياء الجديده هي اللي تفيد وليس الاقدميه، وبالتالي الاقدميه اليوم تفيدك اذا كانت عندك خبرات كثيره وليست سنوات كثيره. جميل. وبالتالي اليوم المفاهيم تغيرت، ولهذا نشوف العالم اليوم يركز على الفاعليه افيكاسيتي الفاعليه، فالان قيمه المعلومه في فاعليتها. خلاص الان الخطاب النظري ولغه الخشب ونتكلم بافكار يعني منقوله، مثلا احفظ دعاء وضر البضاعه تاعي. اليوم لازم افكارك تحل مشاكل، تحل تنبذ الجديد، تبدع، دير تغيير. صح. ولهذا عمليه التعلم اليوم خاصه مع الانفتاح والعولمه اليوم اصبحت والاجمل من ذلك هي لم تعد حكرا على فئه معينه، يعني اصبح في متناول الجميع. واحد متقدم مش متقدم في السن يعني يفوت 40 50 سنه قد نجده في الجامعه من اجل تكوين اجل رساله دكتوراه او تكوين مستمر في كل تكوين جهة. مستمر. واليوم نشوف ايضا الناس اصبحت تبحث عن الكفاءه واصبحت تبحث على مصادر المعلومه. شوفوا الناس اليوم يتبحث عبر الانترنت ودير دورات تدريبيه. صح. اليوم نشوفوا الاطباء يقوموا بدورات تدريبيه في داخل الوطن وخارج الوطن لتطوير مهاراته وقدراته. ونجد اليوم اخصائيين نفسيين يديروا دورات تدريبيه. نشوفوا اليوم كل المجالات والقطاعات، في مؤسسات تتعاقد مع اكاديميات للتدريب لتدريب عمالها. لاحظي في الولايات المتحده المعلم يقوم بخمس دورات تدريبيه في السنه، ثلاث دورات منها اجباريه. لماذا؟ ليتلقى ما يخرج من مخابر التربية والتعليم من مهارات واستراتيجيات
ويطبقها، هو في كل سنة كان مهارات استراتيجية جديدة عليه أن يطبقها. يسمونها سكيلز، يعني إن لم تكن لك هذه المهارات فلا يمكنك الاستمرار لا في يمكن مهنتك. الاستمرار، يعني العطاء مش راح يكون تصوري بطريقة هذا صعبة. المعلم الذي يأخذ 5 دورات تدريبية كلها مهارات جديدة والعام المقبل، بالإضافة إلى التجربة العملية تاعه والميدانية، سيخرج معلم يعني مبدع. لماذا؟ لأنه جرب عدة مهارات ويعرف ما يصلح منها وما لا يصلح، وممكن أن هذا الاحتكاك يولد لديه إبداعا جديدا، ويصبح هو أيضا يولد مهارات جديدة ويصبح مكون ويصبح يعني مد خبرة فعلية وليس سنوات، وإنما مد خبرات ميدان إنجازات إلى غير ذلك. وهذا في كل قطاعات الحرية بهذا الشكل، ولهذا عملية التعلم اليوم كل شيء بالتعلم والتدريب. لكن الإشكالية اليوم في طرق ووسائل التعلم هي اللي العائق، لأن مفاهيمنا نحو التعلم فرضها الواقع علينا أن نتغير. إذا قلنا إحنا ما حبيناش نصدقوا الأحداث، اليوم الأحداث فرضت علينا نتعلم، كورونا فرضت علينا نمط جديد من التعلم، فرضت علينا نتعلم أشياء، وبالتالي الواقع فرض علينا التعلم. اليوم نمط التعلم هو اليوم عليه أن يتغير أيضا نظرتنا إلى التعليم وأيضا وسائل والأساليب التربوية التعليمية. وبالتالي اليوم هذه السرعة، اليوم نشوفوا مثلا في أمريكا مثلا التعلم يركز على التدريب والفاعلية في الميدان. فمثلا تاجر مثلا يدرس التجارة في مؤسسة تجارية، والذي يدرس الإعلام الآلي والإلكتروني في مؤسسة مثلا شركة إلكترونية يعمل عندها، يقرأ عندها ويعمل عندها. وبالتالي اليوم التدريب والخروج إلى الميدان والفاعلية هي هدف والتعلم. ممكن المشروع يكون مصاحب لعملية التعلم، ولهذا أن تجتمع في المتعلم خبرتين، خبرة علمية وعملية، وهذا هو الأهم، هذه الفاعلية، وهذا اللي لازم يكون عندنا في المؤسسات التربوية، أن الإنسان يكون قريب إلى الميدان وإلى الواقع. يعني الإنسان اللي قرأ تجارة لابد أن يحتك بالتجارة ولا ينتظر شهادة فقط تتاجر ومن بعد ما تجيش عنده ولو مشروع تجاري بسيط في حياته إنجازه. إذن كل شيء في التعليم يبدأ بالأفكار وتطويرها وتحويلها إلى إنجازات. يعطيك صحة. ولهذا الفاعلية التعليم مش راح يقدم لك التعليم، التعليم كما يقول الفلاسفة أفلاطون يقول لك التعليم إذا ما أعطاكش حرية على مستوى التفكير، وما أعطاكش تغيير على مستوى السلوك، وما أعطاكش سعادة على مستوى الشعور، راجع مسارك التعليم. راجع فكروا فيها جيدا، مهمة هذه الفكرة. لأن لما تجد أنت اليوم 84% من الطلبة يعملون خارج تخصصاتهم بعد خروجهم من الجامعة، لابد أن نضع وقفة للتعلم. هل نحن نستفيد من التعلم أم هو مجرد طقوس نقوم بها كما قال ربي مثلهم كمثل حمار يحمل أسفارها، فلا نعي ما نحمله من معلومات، لا نستفيد منها، ما تقدم لنا من احتياجات، لا تغير لنا سلوك، لا تغير لنا معتقدات، لا تغير لنا أفكار. وبالتالي إذا لم يحدث هذا التغيير ولم تلمسه في حياتك، أنا لازم ترجع مسارك التعليمي. وهنا تبدأ مسألة التوجيه والإرشاد، هذا مهم جدا، والمرافقة. سألنا نفس السؤال على المستمعين، ما رأيكم في الشعار الذي أطلقته جمعية العمل الأمم المتحدة حول اليوم الدولي للتعليم عن إلاء الأولوية للتعليم كوسيلة استثمارية في البشر؟ وكانت التعليقات صفحتنا عبر الفيسبوك هاشتاج لكافة المستمعين الذين انضموا إليها والذين يودون الانضمام والمشاركة في مواضيعنا المتعددة. أبدأ بأميرة صابرين التي تقول: التعليم استثمار طويل الأجل في البشر، يدر دخل وربح ويرفع الوعي ويطور ويحضر المجتمع باختصار. أما ربيع فيقول: أكيد سيكون استثمارا مربحا وسيجني الفرد والمجتمع ثماره آجلا وعاجلا، شريطة أن يكون على قواعد وأسس يضعها أهل العلم والدراية بشؤون التربية والتعليم.
أما أحمد فيرى التعليم أمرا مقدسا للإنسان والبشرية عامة، وأول ما خاطب به الله عز وجل اقرأ. هذا يدل على قيمة التعليم وانعكاسه على تكوين الفرد الإيجابي الذي يكون بالمنفعة له وللمجتمع. وبهذه المناسبة نتمنى للتعليم أن يرتقي إلى المكانة التي تليق به. عيسى الباري يرى التعليم محركا أساسيا في نهضة الأمم ورقيها، فالتقدم الحضاري لأي مجتمع رهن بعقول علمائه ومفكريه، ولهذا السبب كان التغيير والاستثمار في الأفراد من أهم الاستثمارات القومية للمجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، فالمجتمع المتقدم هو المجتمع القادر على إكساب أفراده المعرفة العلمية وإنتاجها واستثمارها وابتكار التكنولوجيا المادية وتصنيعها. لذلك أقرت منظمة حقوق الإنسان الدولي في عام 1948 في المادة 26 على أن لكل شخص الحق في التعليم، فالتعليم ليس امتيازا يحصل عليه الإنسان بل حق. أما سامية فتستشهد بقول فيلسوفي تقول: لا يولد البشر أغبياء بل جهلة ثم يجعلهم التعليم أغبياء. أكيد. وربما لهذا التعليق أستاذ مهدي تعليق آخر في الأستوديو. والله هذا كلام، شوفي لما دخل فلاسفة أفكارهم عميقة جدا، منهم الفيلسوف المفكر الجزائري بارك برنابي يقول: يعني أنا لا أخشى على الأمة من الجهل أو من الجاهل، لأن الجاهل ببساطة يتعلم، يعني كل فينا جاهل فيما لا يعرف. ما الذي لا يعرف الرياضيات هو جاهل في الرياضيات، والذي لا يعرف الإعلام الآلي فهو جاهل في الإعلام الآلي. فالجهل ليس عيبا لأنه يتعلم، تحل المشكلة بالتعلم. قالوا: ما أخشاه على الأمة هو ذلك العالم المزيف أو العلم المزيف. فعندما تأخذ معلومات مزيفة وحقائق مزيفة فأنت تشبه احتياجك للتعلم وتشعر أنك وصلت وتعلمت، لكن هذا الإشباع سيمنعك من الرغبة في التعلم. والأهم من ذلك كله، فنجد مثلا فلاسفة كثر يتحدثون على مبدأ الجوع في التعلم، الحاجة إلى التعلم، الجوع إلى التعلم. إذا ربطناه بالإبداع والاختراع وحل المشكلات فهذا الآن الجوع يزداد. مشكلاتنا اليوم ربطنا التعلم بالتقدير الذات، باحتياجات اجتماعية، بالجانب المادي، بالعمل، بالوظيفة. أنا أقرأ هذا التخصص لأنه فيه وظيفة، هذا ما فيهش وظيفة، وبالتالي خرجنا على السكة المنوطة به. وبالتالي اليوم حتى أصبح الإنسان كما قال أحدهم، أصبح الإنسان يدخل الجامعة جاهلا متواضعا ويخرج منها جاهلا متكبرا. يعني لم يحدث تغيير على مستوى السلوك أو الفكر أو الإبداع وحل المشكلات، ولكن تغيير الشعور فقط. ولهذا الآن وهذا خطير جدا على الفرد وعلى المجتمع. لما تصنع يعني ليفو بروفيل فخاطر يكون أشد. والآن الإنسان لما تكون هدفته وليس الكفاءة وليس حل المشكلة، فهو التقدير الذات والقبول الاجتماعي والسلم الاجتماعي أو الجانب المادي إلى غير ذلك، فقد يلجأ إلى ربما إلى الغش، يرجع إلى أشياء أخرى لتحقيق تلك الرغبات النفسية. لكن من الآن راح ينكسي ويخلص هو إذا صنعت مهندسا مزيفا وطبيبا مزيفا معلما مزيفا، فالآن راح تكون تعود على الأمة الجامعة بالويلات. ومشكلة أيضا راح يصد ما كانت شخص كفء في هذا المجال. ولهذا لابد نغير فلسفة التعليم، فلسفة التعليم لماذا نتعلم. لابد من تغيير فكرة أن الغرب اليوم من حال الامتحانات والنقاط حتى يوريه للطالب أن أنت لا تساوي ماذا كاسبت وماذا أنجزت، أنت لا تساوي النقطة. اليوم هذه النقاط ستتغير غدا إلى إنجازات، ستصبح منصب وتصبح مكان اجتماعي إلى ذلك، فنصبح نتنافس النقاط ثم نتنافس المناصب ثم نتنافس المكان الاجتماعي عوض أن نتنافس العلم ونتنافس الإبداع والاختراع. وهنا الفلسفة التعلم لابد أن تتغير وتتغير منذ الطفولة. ولهذا اليوم نشوف اليوم أطفال في الابتدائي نشوفوا الضغط النفسي،
عند الأولياء، عند الطلبة، عند هذا راجع إلى فلسفة للتعلم، نظرة للتعلم نظرة خاطئة. والتعلم أيضا اليوم أصبح مربوط بالوقت، لأنه الهدف منه هو تأهيل الإنتاج الإنسان للإنتاج مبكرا، وبالتالي إذا فات مدة. لكن ما نشوفه التعلم في السابق كان ليس محصور على فئة معينة ولا في عمر ولا على معين. سن معين، أرسطو صح. بدأ يقرأ في عمر 15 سنة، 15 سنة العز بن عبد السلام سلطان العلماء بدأ يقرأ الفقه والعقيدة، ولما دخل الإسلام وبدأ يقرأ هذه الأمور كان في عمره 40 سنة. نشوف ابن حزم أيضا 28 سنة، نشوف الناس بدات العلم كبار وحققوا انجازات. بدات الان شبابنا في 23 سنه لما يتخرج يقول لك خلاص قريت ولكن ما قريتي انتهى. هو ايضا هذا لي كمل ولي ولي ما كملش، يعني في فتره معينه في الابتدائي وربما في الصيام ولا، فيقول انا خلاص علي التعلم وانا خلاص. لكن لازم نفرق بين المدرسه والتعلم. التعلم لا يعني المدرسه. كثير من الناس المبدعين المخترعين اخترعوا خارج اسوار المدرسه، وليس بالضروره ان تكون متمدرسا لتتعلم. التعلم هو احتياج شخصي، انت تحتاج الى التعلم في مجال معين يرتبط بقدراتك برغباتك. جميل، وبالتالي هذا المؤشر مهم جدا، الاحتياجات والرغبات. خبراء التوظيف يتحدثون عن قاعده 5 سنوات، هو تقييم ذاتي في الحقيقه. في 5 سنوات في وظيفتك إن لم تتعلم أشياء أخرى جديدة وتقدمت تقريبا بصفة تصاعدية منذ بداية العد، يعني من 0 إلى 5 سنوات، فراجع تعلمك. تعلم الذاتي يا أستاذ إلى أي درجة يحدث الفرق في حياة الإنسان؟ هنا هي ترجع إلى فلسفة. إذا نظرنا إلى التعليم هو احتياج، تنبذ احتياج يلبي احتياجاتي أنا ورغباتي أنا، فيصبح لديك جوع إلى التعلم والجوع إلى المعرفة والتعلم. إذا تحقق هذا فلا تحتاج إلى الدافعية خارجية. من أين يأتي هذا النهم يعني في يأتي لما التعلم؟ هذا يأتي لما الإنسان يكتشف قدراته ويكتشف رغباته، أنه يستطيع فعل شيء. ووظيفة المدرسة يفترض الوظيفة على المدرسة. احنا مشكلة الوظيفة اليوم المدرسية أننا نتراشق بالمعلومات قبل أن نكتشف قدرات ورغبات، فنحطك في إطار معلومات دون أن أرى قدراتك أدائك العالي في أي مكان يكون. فنجد مثلا في فنلندا وفي أمريكا في الدول المتقدمة خاصة في جودة التعليم، نشوف مرحلة الطفولة مرحلة اكتشاف القدرات، ولهذا لا تجد هناك اختبارات ولا تجد كذا. يعني إذا فهمت جيدا أنه المعلم هو من يدفع بالتلميذ، قال أنت متميز في الذكاء المنطقي يعطيك الصحة فاعمل في هذا، يعطيك الصحة، كأنه ويحتاج يوجه. حتى البرنامج التربوي يوجه لاكتشاف القدرات والمهارات. وأيضا لابد أن نوسع آفاق القدرات. احنا عندنا قدرتين فقط نبحث عليهم في المدرسة، الذكاء المنطقي والذكاء اللغوي، يعني كل ما يتعلق بالرياضيات والفيزياء وكذا أو يتعلق باللغات، لذلك لا نكتشف ذواتنا لأنهم في احتياج للمؤسسات وليس احتياج للفرد. أما الذكاءات الأخرى مثلا الذكاء اللغوي، الذكاء الحركي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء القيادي. وبالتالي الناس اليوم كان أكثر من 111 قدرات الذكاء. تصور 111 قدرات الذكاء، أنت اليوم تعالج ذكاءين فقط، ومن صار في ركبنا فهو مطعوم ومن جفانا فهو محروم. وبالتالي اليوم نشوف في الدول اللي عندها مكانة في جودة التعليم، نشوف اليوم السياسي يكتشفوه في المدرسة، الرياضي يكتشفوه في المدرسة، فيهيئ المغني يكتشف الصوت تاعه في المدرسة، الرسام يكتشف في المدرسة. وبالتالي في لندن 100% يدخلوا للجامعة، 100% يدخلوا الجامعة، لأن ما كانش شخص ما عندوش ذكاء أو ذكاءين متفوق فيهم. تصور اليوم نحن الآن مثلا في البكالوريا، مثلا تصور هذول ما جابوش الباك، ما كان حتى واحد فيهم عنده صوت شباب، ما كان حتى واحد فيهم يعرف في لعب كرة قدم، ما كان حتى واحد فيهم ماهر في مجال معين. إذا لما تشوف الذكاءات شكون يستثمرها؟ هي المدرسة، هي تكتشفها وتوجهك تحطك في إطار اللي تنجح فيه. وهذه الوظيفة تاع المدرسة، هي الاستثمار في القدرات واكتشافها وتحطك في أيدي متخصصة فنية تسقل هذه القدرات والمواهب. الآن كي تحطه في إطار قدرات ورغبة الفرد. الآن راح تخرج إنسان مبدع، صح. لماذا؟ لأن أول شيء عنده القدرة وعنده الرغبة، هذوما اللي يصنعوا الموهبة. القدرة مثلا الأداء العالي في هذا المجال،
دوك حنا كامل عندنا قدره على الغناء، فتلقى واحد فينا عنده صوت متميز، هذا عنده اداء عالي، اداء عالي زيد عنده الرغبه يحب هذا المجال، فاكيد سيتطور. صح، لما تحطه في ايادي متخصصه فنيه فستصنع الموهبه. الان لما تشوف انت الان ميسي مثلا موهبه، هذا الموهبه لو كتحطه في مجال اخر ما ينجحش، اذا نجح في المجال ديالو هو ابدع في مجاله. اذا تصور الان اكتشفنا مواهب، موهبه في الطب، موهبه في الرياضيات، موهبه في، انا قراني طالب بدا 20 على 20 في الرياضيات ما جابش الباك، على لان جا التاريخ والجغرافيا ولا جا شيء اخرى. تصور 20 على 20 في الرياضيات، هذا موهبه اكيد، فهمت الفكره؟ اذا تصور هذه الموهبه عطلت لي ذكاءات اخرى لا تتماشى مع الذكاء اللي هو متفوق فيه، وهذه اشاره ربي اشار اليها في القران، حتى التربيه الدينيه مشيت على هذا المبدا، كل ميسر لما خلق له. هل يمكن ان يكتشف الانسان ربما في عمر متقدم ما يحب وما يمكن ان يتطور فيه؟ يقدر، كان بعض القدرات عندها علاقه بالسن، لماذا؟ اذا كانت قدرات فيزيائيه مثلا كما الذكاء الحركي مثلا، يقدر الانسان يمارس كره القدم مثلا عنده مهارات ومع هذا يفوت ولاش ما يقدرش يستثمر في هذه القدرات. لكن كاين قدرات عندها تقدر تنتشر فيما بعد. كاين ناس اكتشفوا الصوت تاعهم وهم كبار، كاين ناس اكتشفوا انهم يعرفوا يسمعوا كبار، كاين جائزة نوبل داها شخص في عمره 40 سنة جاب الباك، في عمره 40 سنة جاب الباك، و تكلم عليه أستاذ الفلسفة تاعنا في بوزريعة القريب عبد الهاني، فتحدث معه شخصيا. أيوه. على كان لما نساله يقول له بدي انتم جبتوا الباك 18 سنه جبتوا 40 سنه يكون سقسوا فيها، ودا جائزه نوبل في الفيزياء، يعني تصوري هو عمره 40 سنه. ولهذا اليوم لما ربطنا التعليم بالوقت اليوم اصبحنا نصنع الناس فاشلين اكثر، لماذا؟ لان الاستعداد والنضج يسبق التعلم فعلا، والنمو المعرفي عند الطفل وفي مراحل معينه يحتاج الى النضج، ما تقدرش الانسان تكونسومي قدراته قبل الوقت ولذا تعطي لها وقتها. المعلومه اللي ما عرفهاش اليوم، قادر الانسان اليوم دار انشاك في الرياضيات على 3 سنين 4 سنين 15 سنه تقرا الرياضيات يولي جيني، وهذا طبيعي طبيعي لانه الحق هو الان مستعد لاستيعاب هذه المعلومه. قبل الوقت تولي فروقات فرديه، واحد يستوعب واحد ما يستوعبش، لكن في وقتها تجد 99% يستوعب الفكره. المشكله ما عندناش الوقت اليوم، قبل الوقت هم نوابغ. يعطيك الصحة، يعني فروقات فردية، تصيب واحد يجيني في هذه وواحد في كذا، ولابد أن ننتبه لها. سؤال أخير به ربما نلبي فضول محبي التعلم، الآن نماذج كبيرة نراها بفضل مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يهتمون بتطوير ذواتهم، دائما تجده تتعلم شيء جديد، دورة جديدة، شهادة جديدة، تجربة جديدة، جسد خبرته أيضا في مشاريع جديدة. هذا الأمر محفز للإنسان الذي يبحث دائما على التطور المستمر. كنت سألت سؤال للدكتور طه كوزي الذي نحييه بالمناسبة، قلت له دكتور يعني أنتم تتحدثون الآن على الوعي وعلى التميز وعلى التطور في وقت يعني أصبحت المعلومة متوفرة، فالمفروض كلنا نتعلم لأنه متاح، يعني ربما لو نعود عقود إلى الوراء كنا نبحث عن كتاب يعني بشق الأنفس، الآن كل شيء متوفر في الإنترنت. قال لي جواب يعني بقي راسخا في ذهني، قال إن الوفرة تنتج الخمول، في بعض الأحيان لما يكون كل شيء متاح فإننا نتكاسل على الوصول إليه. لمن هم شغوفين بالتعلم؟ لماذا ننصحهم في زمن الوفرة؟ الوفرة كما قال الأستاذ هذا كلام صحيح، والوفرة ترسخ ثقافة، ترسخ آلية في التفكير هي الاستهلاك المعلومة. الندرة تخليك انت تخرج المعلومة، انت تبدع تفكر، ولهذا اليوم التفكير هناك نمطين من التفكير، كاين التفكير التوليدي وكاين التفكير الاستهلاكي. فالمشكلة اليوم في نظامنا التعليمي نشجع الحفظ أكثر، وبالتالي من يستهلك المعلومات أكثر، من يحفظ أكثر هو الأذكى والأول في المدرسة، لكن لا نشجع مهارات التفكير. ولهذا اليوم كما يقول توني بوزان على مهارات التفكير في بريطانيا، يقول المدرسة البريطانية تقتل الإبداع في أبنائنا، مقبرة لعقول أبنائنا، لأنها تعطي معلومات ولا تعلم الإنسان كيف يخرج إبداع والأفكار الجديدة. إذا مهارة التفكير تخليك أنت تنتج المعلومة، ولهذا يقول لك من أعطاني سمكة فقد أطعمني يوما ومن علمني كيف أصطاد السمكة. الآن هل يتعلم الطفل
مهارات التفكير، كيف يحل المشكلات، ما أما أنواع التفكير. هذا الذي يغذي النحل، وهذا اللي يخرج الناس مولدين ويمدوا الأفكار ويبدعوا. لكن اليوم لما نشجعوا ما أريكم إلا ما أرى، وبالتالي لما تدري بضاعة نردت إلينا، حتى الطفل اليوم لا يشجع للإبداع. لما أستاذة تعطيه عملية حسابية ويعطي لها رجيطة صحيحة بدل طريقة مختلفة، حسب طريقة خلاطي طريقة يعطي تهركانه. لكن نظم التعليمية في الغرب مثلا، فاليابان مثلا، عوض أن يقول التلميذ 5+5 كم تساوي، يقول 10 هي النتيجة. ما هي العملية التي تعطيك تساوي 10؟ تخلي الإنسان يفكر هناك طرق كثيرة للوصول إلى الهدف. لكن ما تقول 5+5 تساوي 10، فأنت قلت لك طريقة واحدة التي تعطيك 10. إذن باش ما يغرش فيه فلسفة، وبالتالي تاع أنه يكونسومي المعلومة يخليه يجد طرق مختلفة. وهذا يغرس في الطفولة والإبداع، ولازم نشجعه في التعليم ونشجعه في المؤسسات ونشجع الأفكار الإبداعية. هذا ما نتمناه كلنا، لابد أن نهتم بهذا الجانب لتطوير ذواتنا ولرفع مستوى التعليم على كافة المستويات. شكرا جدا لك أستاذ عبد الحليم ماضي، مختص في علم النفس التربوي، على حضورك اليوم وعلى كل هذه التوجيهات القيمة التي قدمتها لنا. شكرا موصول فريق التقنية الذي رافقني في هذا العدد، عمر في الهندسة الصوتية، كمال مواقف في المراقبة.